أعرب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن الاستنكار من اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا بعد قرار أوبيك بلس بشأن خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن الاتهامات الزائفة لم تأتي من أوكرانيا. وأضاف وزير الدفاع عبر حسابه في تويتر أن قرار أوبيك بلس الذي اتخذ بالإجماع كان لدوافع اقتصادية بحتة، وأكد الأمير خالد بن سلمان أن إيران عضو في أوبيك بلس، وذلك لا يعني وقوف المملكة بجانبها بعد قرار خفض الإنتاج.